طب انا هسالك سؤال يا كابتن قول. عشان موضوع البلان بتاعت المدير الفني الاجنبي، انت النهارده المدير الفني بتاع مثلا فرنسا او المانيا او البرازيل ممكن يبقى عنده سوء اختيارات في بعض اللعيبه او سوء توفيق في بعض اللعيبه، تمام، كاصابات او كبعد عن الملاعب، وارد جدا طبعا. تمام. فهو بيبقى عامل يعني انا النهارده مثلا حاطط مثلا انا ميسي هيلعب النهارده اتصاب اتعور، او امبابي مثلا هيلعب مش موجود، فايا كان اللعيب. لكن انت اللعيبه هي بقى لها اربع خمس سنين، هي اللعيبه المحترفه بتاعتك من اربع خمس سنين هم نفس اللعيبه، تمام؟ مفيش اي تغييرات عشان احط بلان اقول والله انا بعد 10 سنين هيبقى عندي 30 40 لعيب محترف بالقعده. انا اقعد النهارده مع اتحاد الكوره اقول ايه البلان بتاعتنا؟ ان يكون في 40 50 لعيب محترف، فبالتالي المدير الفني اللي موجود معايا ده بعد 3 4 سنين هيلاقي عنده 20 لعيب محترف، فيبقى عنده القاعده. طب ارد أوسع. عليك، لكن ارد عليك في النقطه دي، اتفضل. ارد عليك في النقطه دي، انت لما بتحط بلان لازم تعمل حسابك على جزئين. الجزء الاولاني انك بتشتغل على اللعيبه الموجوده في الدوري المصري وبتشتغل على اللعيبه المحترفه، تمام، مظبوط. الجزء الاولاني اللعيبه في الدوري المصري لازم تشتغل على المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي ده عنده عناصر جيده لازم تبقى موجوده الفتره اللي جايه ونبدا نتابعها بشكل كويس عشان ده عنصر اساسي. طب المحترفين، المحترفين لو انت مش قادر تطلع عدد من المحترفين من الدوري المصري يلعبوا في اوروبا، فانت عندك ملف فتحناه هنا في قناه النادي الاهلي، عندك ملف المصريين اللي بيلعبوا اصلا مولودين محترفين في اوروبا، محترفين في اوروبا على مستوى الاكاديميات على مستوى الشباب. فما تقوليش الامور صعبه، لان السنغال عمل كده والمغرب عمل كده والجزائر عمل كده والسنغال عمل كده، فالموضوع مش صعب انك تعمل الملف ده خلال سنه يكون عندك على الاقل ست سبعه كمان لعيبه محترفه بيلعبوا في اوروبا متوسط اعمارهم صغير لازم يكونوا موجودين. يا راجل ده منتخب المغرب ضامم 12 لعيب جديد لسه اسماء كلها جديده موجوده في اوروبا، كلها اسماء مش معروفه حتى للجماهير المغربيه. فالبلان لازم يتحط بالشكل ده عشان انت بتتكلم على منتخب كبير، صح. وبالتالي ان شاء الله صح مش مقتنع، مش مقتنع يا احمد. هو بلال يا كابتن مقتنع بكلام حضرتك لو ده اللي هيتعمل، بس هو مش هيتعمل. يا كابتن انت تعمل نفس الحاجه مرتين مستني نتيجه عكسيه؟ بالظبط كده، انا بعمل نفس الحاجه كل مره، كل مره بنعمل نفس الحاجه يا كابتن هاني، وانت بتنتظر نتيجه عكسيه. يعني انا النهارده مثلا مشيت في الطريق ده اتكعبلت، وانت ماشي فيه تاني مستني ان انا يعدي بسلام، اكيد هتكعب تاني طبيعي. يعني ما هو ده هو النقطه ده بيتكلم عليها، على ان هو ما فيش اصلا بلاننج او عمليه الثقافه اللي احنا بنتكلم عليها، ثقافه الاتحاد المصري، ان هو طالما الامور ماشيه في البلان والخطه وفي جزء وقع مننا لا احنا مكملين. هي دي الجزء اللي بيتكلم عليها. هو طبعا يا كابتن احنا لما بناخد مثلا موقف زي ده هنقول اللي حصل مع وليد الاجراجي، اما خد ماشي المجموعه دي، اما جه يضم، انت لسه حضرتك بتقول 12 لاعب لسه ما شفناهمش بالظبط، يعني بقى على عدد القديم مع 32 لعيب. حلو قوي، جميل. احنا فكرنا انت اما لغيت 2003 ولغيت مسابقه 2001 انت ما عندكش منتخب قريب للمنتخب الاولمبي ولا للمنتخب الكبير، عدد الموجودين من المنتخب الاولمبي انت ما صعدتش حد للدرجه الاولى، وفي نفس الوقت من الاصغر ما صعدش للمنتخب الاولمبي حد. ما ده اللي بتكلم عليه بقى، المفروض هو المفروض اللي يتعمل والله الفتره اللي جايه يا جماعه مشروع في سته من لعيبه المنتخب الاولمبي موجودين، دي جزء. الفتره اللي جايه خلال 7-8 شهور اللي جايين خلينا نتكلم من نتكلم السنه اللي جايه كلها، احنا عندنا ملف اللعيبه المحترفه اللي بره على الاقل 5-6 لازم يكونوا موجودين ونشوفهم ونتابعهم خلال المنتخبات او منتخب اول. الناس شغاله كده، يعني الناس شغاله يعني بره كده. ما فيهاش انت شغال كده يا كابتن؟ لا انا انا بقول لك لا، انت كان هاني بيقول لك نشتغل كده. ايه المانع ان احنا نشتغل كده؟ ما المغرب اشتغل كده. انت عملت البلان بتاعتك صح؟ صح مظبوط؟ تمام. انت 2003 عملت ايه السنه دي؟ اللي المفترض النهارده عنده 20 سنه. لا ما دي ما صعدتش بطوله افريقيا، ما جابتش جول هنا في ملعبك. اه طبعا 2003 الاولى كانت 2003 اللي هي قريب قريب للمنتخب الاول الاولمبي. انت ما جبتش جول في ملعبك هنا، بطوله بتتلعب على ملعبك، ما جبتش فيها جول، ما صعدتش فيها للدور الثاني. تمام؟ 2006 عملت ايه؟ ما صعدتش بطوله افريقيا اساسا. حلو. فين يا كابتن الاستراتيجي اللي انت بتشتغل عليها علشان توصل لان انت تقول يا جماعه انا بعد 10 سنين منتخب مصر ده هيلعب بطوله هي 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 هيلعب في كاس العالم. مش هيروح صدفه لكاس، احنا بنروح صدفه لكاس العالم. انا معاك. لكن احنا ما عندناش يعني انت وانت قاعد حاطط رجل على رجل بتقول النهارده السنه الجايه خلاص بقى المغرب يا جماعه المره الجايه لو مشوا بنفس الاستراتيجي دي لا خلاص ده ممكن يلعبوا فاينل. هو خلاص اوريدي يعني خلي بالك المغرب ممكن جدا خلاص الناس تبدا تتكلم عليها انها مرشحه تكون في ربع النهائي او نص النهائي، اوريدي وصلت نص النهائي. هو اللي انت بتتكلم عليه يا احمد كده.
اللي انت بتتكلم عليه صح. ما انت لازم يعني، انا ما بقولش بلان المنتخب الاول، اي بلان على اي مستوى على اي حاجه لازم تبدا من الحته اللي تحت عشان تكمل فوق. صح مظبوط. فانت بتتكلم على بلان كامل سواء على منتخبات الشباب ناشئين منتخب اولمبي ويستكمل المنتخب الاول. طب لو انت عندك ديفو في الحته بتاعت منتخب الاولمبي، ما تشوف ملف الناس اللي بره اللي عندها 16 و17 سنه بيلعبوا بره وتعوض الحته ديت كشغل، تبدا فيها شغل مع اصلاحات بقى على مستوى قطاع الناشئين، على اصلاحات على مستوى مسابقات القطاع نفسها تبقى بتتغير، او لازم يكون عندك مثلا على الاقل 3 4 لعيبه بيلعبوا مع الفريق الاول. في حاجات بتحصل للاسف احنا لسه حاجه للكابتن هاني لسه بعيد عنها. وحضرتك موجود في المنتخب كنت بتقول انتوا بتعلموا كبار طريقه لعب، اذا كان من الصغر ما تنشأش على ده، ما علمش ده من الصغر، ما تعلمش ده. شوف انت حضرتك بتتكلم في مشروع متكامل اللي من البرع لغايه متفاوت المنتخبات، بعلمه عشان لما يطلع للدرجه الاولى يبقى جاهز. واللعيبه المحترفه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتجيلي من بره بيقولوا لي ان اللعيبه دي محترفه، طب ما اجمعهم كلهم ويبقوا موجودين هنا. يا كابتن عمرو يا كابتن احمد، حتى اللعيبه دي يعني هداف الشامبيون ليج على مستوى الشباب جه هنا لعب تقسيمه وماتش قال لك يا عم ده مش كويس، يعني لك ان تتخيل يعني بيلعب دلوقتي في الدوري الميلاني، عندك لعيبه بتلعب في مونشن جلادباخ على مستوى الشباب. قال بلال مظهر. بلال مظهر انا بتكلم عليه كان هداف دوري الابطال ودوري الابطال بالظبط تحت 19 سنه. فملف الحقيقه مهم جدا.